تكلم. أقول لماذا جمعتكم؟ لماذا؟ لماذا جمعتنا يا أبا لهب؟ لقد تجمع جميع القوم علينا في عدوان أضر ببلادنا وباقتصادنا وبحياتنا، وأصبحت الحرب شردت أبناءنا وأطفالنا ونساءنا نقط إلى آخره، ونريد هنا أن نناقش هذه القضية. نعم نعم، والله أننا صرنا مهزلة، صرنا على لسان الأعداء وغير الأعداء. أطفالنا تقتل في نهم وفي صرواح وفي بني حشيش، ونحن لم نتكلم، والعدوان بالطيران وغيرها فوق أبنائنا. ماذا نقول؟ أين نذهب ويجينا من القوم؟ حتى الحالة الإنسانية مزرية، الفقر، الجوع، الحصار. تتكلم عن الجوع والفقر والحصار؟ أي حصار أنت تتكلم وأنت من حاصرتنا؟ إنه الحصار. ماذا على ماذا تضحك؟ أتكلم عن هذا الرعيع، الرعاع. أنا الذي حاصر. تتكلم أنت عن هذه الأمور. أنت تصمت. تملك 7 سوبرماركتات وتملك سوقا سوداء. من أين نبتت هذه الكرش لولا أن هذا العدوان الذي استغلت سمعته وأكلت وشربت وتغذيت منه؟ إنها بركة آل البيت. بركة ماذا؟ آل البيت. أي بيت أنت تتكلم عليه؟ البيت الذي في العصبة أم الذي في حدة؟ أي بيت بركة آل البيت؟ بركة آل الفلل، بركة آل الصوالين، بركة آل. وأنت فلتصمت. إنها حقوقنا. عنك أنت. حقوقنا، حقوقنا. معنا الخمس لابد أن يأتي، قد تعطل فترة طويلة واليوم أتينا بأيدينا. خمسك أم خمسنا؟ لا تقاطع، لا تقاطع. لقد خمسنا كلنا جميعا. أنت تملك 7 أسواق، أسواق سوداء تبيع سودة فيها كل أنواع. أتحسدني على الأسواق السوداء؟ سوداء تدر قائلة. ولكننا في عدوان وأنت تعلم. أقول لكم بشيء. نعم. ولكن دون زعل. نعم. الله لا يجيب الزعل. بيني وبينك. الله لا يجيب الزعل بيني وبينك. أقولها والله أنني مرتاح للعدوان. حتى أنا. إياك أن يسمع الناس هذه الأعلام. والله إني وضحنا، نحن نظهر لهم أننا أكثر الناس فقراً وجوعاً وأننا متضرر. يا قريش يا أبا لهب، والله أن كنت قبل العدوان أبحث عن شقيقة حتى أسكن بها، والآن واليوم بيت بحدة وبيت بردة وبيت بشدة وبيت بغدة وبيت بلدة وبيت ولا أعلم أين أنام. ثم تبكي وتولول. العدوان، العدوان في كل صباح ومساء. أتذكر يا يحيى عندما لم تكن تملك حتى ناقة؟ أنا أصمد الآن. أنا ربيحي. يا ربيحان الهوى. أنا معترف. أنا معترف أن كان وزني 60 كيلومترا واليوم 120 كيلو متر مربع. مربع أم مثلث؟ أبا لهب يزبج زباج على البيت. أقول اسمعوا. نعم. لا يخرج هذا الخبر للناس وللعامة. خبر عن مبتدأ. أقسم أنهم سينتفضون علينا. والمعاشات، أقول لكم قولا في المعاشات، والله أننا نستطيع أن نعيش القوم كلهم. إنه الجشع، إنه الجشع الذي أصابك. معاشات؟ معاشات الأم على البيض. لقد استفدنا من العدوان، إننا أصبحنا أغنياء وأثرياء، وكلما طال العدوان طال بقاؤنا. إذن فلندعو بأن يطيل الله عمر العدوان. اللهم أطل العدوان. آمون. اللهم أطل العدوان. آمون. اللهم بقي لنا العدوان. آمون. أكثر فللنا. آمون. سياراتنا. آمون. وقتل من والانا. آمون. وأبقي العدوان على من حولنا. آمون. اللهم دحين العدوان. آمون. ورد العدوان إلى عندنا. آمون. ورزقنا البال. آمون. وما للبال. آمون. وفينا للبال. آمون. الله ادعو لنا أنت يا أبا لهب. أنا أدعي لكم. اللهم آمون. اللهم زد في عدوانهم علينا حتى تزداد بيوتنا وشققنا وفللنا. اشرب واشرب اشرب واشرب.
أخوه.